الزيارة التي قام بها وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الإماراتية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الماضي برئاسة رئيس المجموعة الدكتور زكريا محمد صالح تكللت بالنجاح. من أجل ذلك التقى الوفد البرلماني بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي، حيث قدم رئيس الوفد الدكتور زكريا محمد صالح الشكر والعرفان لسعادة السفير الذي لعب دورا كبيرا في إنجاح هذه المهمة. وعقب خروج الوفد من اللقاء مع سعادة السفير، فقد تحدث الدكتور زكريا محمد صالح رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الإماراتية قائلا: كانت الزيارة ناجحة، واستطاع الأخ محمد بتنسيق مع المجلس الاتحاد الإماراتي فتح لنا كل الجمعيات الخيرية في دولة الإمارات العربية، منها جمعية محمد بن راشد آل مكتوم وجمعية خليفة سمو الشيخ خليفة بن زايد ودبي العطاء والهلال الأحمر الإماراتي. هذول الإخوة كلهم قالوا نحن جاهزين لدعم تشات في جميع المجالات، خاصة مجالات الصحة ومجالات المياه ومجالات التعليم. وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التي أبدى المانحون رغبتهم بتمويلها، فقد صرح السفير الإماراتي: اتفقنا طبعا مع مجموعة الصداقة أن تقوم بإعداد خطة بجميع الأشياء اللي تحتاجها جمهورية تشاد من الأقاليم، من ضمنها مياه وصحة وتعليم. هذه الخطة نحن من ضمن خطة المساعدات اللي تقوم فيها سفارة دولة الإمارات في جمهورية تشاد، وبنرسلها للجهات المانحة في دولة الإمارات. وأنا متأكد أن الجهات المانحة في دولة الإمارات إذا كانت هذه المتطلبات تتوافق مع المعايير اللي موجودة في دولة الإمارات راح تنفذ. نشير بأن هذه الزيارة هي الأولى لمجموعة الصداقة البرلمانية التشادية الإماراتية، وستكون هناك زيارات متبادلة بين المجموعتين.